قال المؤلف رحمه الله: لمدها فعلاء أفعلاء. لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء، ثم فعال فعللا فاعولا وفعلا وفعليا مفعولا، ومطلق العين فعال وكذا مطلق فاء فعل وأخذ. قال: أوزان الألف التانية ممدودة لها 17 وزنا ذكرها. لمدها فعلاء كحمراء وصفراء، أفعلاء مثلث العين كأربعاء وأربعاء وأربعاء، وفعل لا كعقرباء اسم مكان، واضح؟ ثم فعلاء فعلاء قصاصاء اسم للقصاص، فعلولاء قرفصاء جلسة قرفصاء، فاعولاء عاشوراء، مفعولاء مشيوخاء جماعة الشيوخ، ثم فعال فعلولا فاعولا، وفاعلاء قاصعاء نافقاء، فعلياء كبرياء. ماذا بعده؟ مفعولا ومشيوخا وفاعلا وفعليا مفعولا، نعم. ومطلق العين فعالا، صح؟ ومطلق العين فعالا، براساء اسم للناس، فعولا دبوقا اسم للقدر، فعيلا قريثا اسم لتبري الرديء. أنا قولي مثلث عيني. وكذا مطلق فاء فعلاء، فعلاء كجنفاء وبرساء اسم الناس، وفعلاء كعشراء، وفعلاء كسيراء. هذا مؤنث، كل الاثنين ممدودة. كلها نوع الصرف، تستقل بنوع الصرف وحدها، وكثير الناس لا يفطن لها. يقول لك عطاء، يقول عطاء من نوع الصرف، عطاء همزتها بدل من واو صوا عطاو، كساء همزتها بدل من واو صوا كساو، بناء همزتها بدل من ياء صوا بناي. هي ألف التانية لابد أن تكون زائدة، ألف التانية المقصود بها هي الهمزة، أما التي قبلها يقال لها مدة التانية. أصل صحراء، صحراء أصلها صحراء، أرادوا المدة، والمد من أغراض اللغة، فجاءوا بألف أخرى كما جاءوا بها في كتاب وصحيفة وغلام. اجتمعت ألفان قلبت الثانية همزة، فهمزة ألف التانيث هي الأخيرة والأولى مدة فقط. أظهر؟ تحب تمشي؟ تمشي؟ اقرأ. المقصور والممنوع. قال رحمه الله: إذا سموني استوجب اذهب افطر مع زملائك، وأنا موجود غدا إن شاء الله. إذا سموني استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف، فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهر، كفعل وفعل في جمع ما، كفعلة وفعلة نحو الدماء، وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف، كمصدر الفعل الذي قد بدأ بهمز وصل كعوى وكرتأ، والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالحذا، وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع. قال: المقصور اسم معرب حرف إعرابه ألف قبلها فتحة لازمة كالفتى، وهو نوعان: قياسي وهو وظيفة النحوي، وسماعي وهو وظيفة اللغوي. والممدود القياسي هو اسم معرب آخر حرف إعرابه همزة قبلها ألف زائدة، وهو نوعان أيضا قياسي وسماعي. قال رحمه الله: وهما من ضروب الاسم المتمكن، لا يقال في الفعل مقصور، لا يقال في مشى مقصور، لا يقال هذا، يقال معتل. مقصور الممدود من ضروب الأسماء المتمكنة، لا تكون في الأفعال ولا في الحروف. قال رحمه الله: إذا اسم من الصحيح استوجب بموجب أحكام الصرف أن يفتح ما قبل آخره، وله نظير إذا اسم استوجب بموجب أحكام الصرف
فتح ما قبل آخره، وله نظير من المعتلي يستحق ذلك. فالنظير المعتل هنا اعتلاله قياسي، قصره قياسي. مثال ذلك بطر، المصدر بطرا، بطر يستحق بموجب أحكام الصرف فتح ما قبل آخره، لأن فعل لازم بابه فعل. إذا كان له نظير من الصحيح يستحق فتح ما قبل آخره فإنه مقصور قياسي، لأن له نظيرا من الصحيح يستحق فتح ما قبل آخره. جوية مصدرها جون، قصره قياسي، له نظير من الصحيح يستحق فتح ما قبل آخره وهو بطر بطرا وأشير أشرا. أنا قوله إذا اسم من الصحيح استحق من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير من المعتل، اسم معتل استحق فتح ما قبل آخره وله نظير من الصحيح يستحق فتح ما قبل آخره، فللنظير المعتل قصر قياسي. قال رحمه الله كفعل وفعل في جمع ما، كفعلة وفعلة نحو الدماء. تقول مريا ومرا، مرا قصرها قياسي، له نظير من الصحيح يستحق فتح ما قبل آخره. كقربة وقرب، قرب تستحق فتح ما قبل آخره، لأن فعلة يجمع على فعل. ودمية، دمية قصره قياسي، تقول دما، له نظير من الصحيح يستحق فتح ما قبل آخره. كغرفة وغرف، وصورة وصور، لأن فعلة تجمع على فعل. كذلك هذا ما جاء به. كذلك مصدر ما زاد على ثلاثة، نحو وكذلك اسم مفعول ما زاد على الثلاثة، نحو معطى ومقتنى قصرهما قياسي، لهما نظير من الصحيح يستحق فتح ما قبل آخره. كأكرم فهو مكرم، فهمتم؟ وانتصر فهو انتصر له فهو منتصر له، منتصر. مقتنى، ومعطى قصرهما قياسي، لهما نظير من الصحيح يستحق فتح ما قبل آخره. وكذلك ما جاء وصفا على أفعل لتفضيل أو لغيره، قصره قياسي، له نظير من الصحيح يستحق فتح ما قبل أخيه. كأعشى، نظيره أعور، يستحق فتح ما قبل أخيه. وكذلك الأقصى، قصره قياسي، له نظير من الصحيح يستحق فتح ما قبله وهو الأبعد. وكذلك جمع الفعلى أنثى الأفعل، قصرها قياسي، له نظير، من الصحيح يستحق فتح ما قبل أخيه. تقول في أنثى الأدنى الدنيا، جمعها دنا، وأنثى الأقصى قصيا، وجمعها قصى، له ما نظير من الصحيح يستحق فتح ما قبل أخيه. ككبرى وكبر، وصغرى وصغر. وكذلك ما كان من أسماء الأجناس وقع الفرق بين مفرده وجمعه بالتاء، قصره قياسي. كالقطاة والقطاء، قطاء قصرها قياسي، لأنها نظير شجرة وشجر. وكذلك ما كان، من ظروف الزمان والمكان، من أسماء، من المصادر على وزن مفعل، مثل ملهى ومرمى، قصره قياسي، له نظير من الصحيح يستحق فتح ما قبل آخره. كمسرح وملعب، انتهى. قاعدة ما كان له نظير من الصحيح يستحق بموجب قوانين الصرف جمع أو مصدر أن يفتح ما قبل آخره يكون قصره قياسي. انتهينا من هذا. قال رحمه الله وما استحق قبل آخر الألف الممدود هو اسم
معرب حرف إعرابه همزة قبلها ألف زائد، وهو نوعان: ما كان له نظير من الصحيح يستحق ألفا زائدة قبل آخره نقول إن مده قياس. مثال ذلك كرعوى، رعوى مده قياس، مصدره مده قياس، تقول رعوى رعواء، هذا مثل اقتدر اقتدارا. وكذلك استقصى، مصدره استقصى، له نظير من الصحيح يستحق ألفا قبل آخره كاستخرج استخراجا. وكذلك مصدره ما زاد على الثلاثي نحو أعطى، أعطى مصدره إعطاء، مده قياسي، له نظير من الصحيح يستحق ألفا قبل آخره كأكرم إكراما، أكرم بوزن أعطى، يكون بنفس الوزن، نفس الوزن. وكذلك مصدر فعل دالا على صوت أو على مرض مده قياسي نحو مشت بطنه مشاء، مشت بطنه مشاء، ورغى رغاء، لهما نظير من الصحيح يستحق ألفا قبل آخره كالدوار المشاء، نظير الدوار مرض، والرغاء نظير الخوار، السعال نظير المرض، نظير الخوار صوت البقر. ناضها نظيره مصدر مثله يستحق ألفا قبل آخره فقط، أو جمع يجتمعان في المصدرية أو في اسم مفعول أو في المصدر الجمع، ويتضح شارع من الأمثلة. وكذلك مصدر فاعل إذا كان ممدودا مده قياسي نحو عاد عداء، ولا ولاء، مدهما قياسي، لهما نظير قاتل قتالا وضرب ضربا. وكذلك ما كان من المفردات مجموعة على وزن أفعل فإن مده قياسي نحو كساء وأكسية ورداء وأرضية، له نظير من الصحيح يجمع جمعه كحرار وحرة وسلاح وأسلحة. نقول في كساء مده قياسي فقط لأنه يجمع على أفعل، وله نظير يجمع على أفعل. واضح؟ النظير يكون في المصدرية وفي الوصف وفي اسم المفعول وفي الظرفية واسم الفاعل وهكذا. قال رحمه الله: وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف كمصدر الفعل الذي قد بدأ بهمس وصف كرعى وكرت عليكم سلام. أقرب لك كذا؟ كذا؟ نعم. قال رحمه الله: والعادم النظير لا قصر ولا مد بنقل كالحجاء وكالحجاء. الذي لا نظير له في المقصور قصره سمعي، والذي لا نظير له في المدود مده سمعي، والذي لا نظير له في المقصور قصره سمعي. كالحجاء العقل ليس له نظير من الصحيح يستحق فتح ما قبل آخره. وكذلك الفتاء حداثة السن، والفتاة الشاب، الفتاة قصره ليس قياسيا سمعي، والفتاء مده ليس قياسيا بل سمعي، والحذاء أكرمكم الله كذلك من قوله: والعادم النظير لا قصير ولا مد بنقل عن العرب كالحجاء وكالحذاء، مثل بمقصور بن ذو. نعم. قصر بالمد اضطرارا مجمع عليه، اذا اضطر الشاعر لقصر الممدود فان النحاة مجمعون على جواز ذلك، لانه بقصره عاد الى الاصل. الممدود اصله مقصور، صحراء اصلها صحراء، بيضاء اصلها بيضاء، لانه رجوع الى الاصل. قال: لابد من صنعاء وان طال السفر، لابد من صنعاء وان طال السفر، ولو تعنى كل عود ودبر. قال: بتا فعلت واتت ويفعل، بتا فعلت ابن مالك. نعم. بتا فعلت واتت كثير في الالفيه. ذليني فاتا في افتعال نبدل، فات افتعال رد، كل هذا قصر للممدود. قال: وانت لو باكرت مشموله صفراء كلون الفرس الاشقر، صفراء
الدكتورة، هذا ما أقول أقسم. وقصوا للمد اضطرارا مجمع عليه، ولا عكسه، أجازه الكوفيون ومنعه البصريون. واضحة؟ أجازه الكوفيون أن تمد المقصورة. واستدلوا بقول الشاعر: يا لك من تمر ومن شيشاء ينشب في المسعل واللهاء لها. قال: والمرء يبله بلا السربال تعاقب الإهلال بعد الإهلال، والمرء يبله بلا السربال سيغنيني الذي أغناك عني، فلا فقر يدوم ولا غناء. غناء، الغناء وضد الفقر مده للضرورة. أنا أقول: وقصر المد الطيارة مجمعي، والعكس بخلف سحب نفسه بين البصرية والكوفية وتركه، والكوفية قالوا جائز لكثرة الشواهد. الله أكبر.